بعدا شنو هي العلوه؟ حيت قبيله مني هضرتوا على الحضره وهضرتوا على الزوايا، خصكم تعرفوا بالله واحد العلاقه كبيره ما بين العيطه وما بين اولياء الله الصالحين وما بين الزوايا. نعم. وما عاد راه العيوط كلهم تيبداو بسم الله، والعيوط كلهم تيبداو بالصلاه على رسول الله. فالعلوه هي كنعرفوا منطقه بن احمد مزار. نعم. والعلوه هي واحد البلاصه عاليه، وكاين اللي تيقول لها العلوه كاين تيقول الخلوه. فهي العلوه هي داخل فيها العيطي، داخل فيها الصوفيه. الوقيته اللي جا الاستعمار الفرنسي فرق المغرب ما بين المغرب النافع والمغرب الغير النافع، كيلقى مناطق الشاويه داخله في المغرب النافع اللي هنا فيها الخيرات وفيها سميتو. فالسيد جالس في الخلوه ديالو، في العلوه، في العضابه ديالو، العلوه الرقب او الكديه، او تيشوف المعمر الفرنسي داخل ويخاطبه، قال لي الغادي العلوه جي نوصيك بعدا. هذا كلام العلوه ما كنقولش انا. نعم. لا لحقتي سلم ولا تقولتي تجدم. ويقول لها العلوه فين مواليك؟ العدو عينو عليك على الخير والكيمياء، يعني على الزراعه والفلاحه. وغيبدا يذكر في اولياء الله الصالحين، كيستنجد كيطلب الله باولياء الله الصالحين، حيت هذيك المنطقه عامره باولياء الله الصالحين. كيف قلتي قبيله كاينين شي اولياء الله باقيين تيمشيو على رجليهم. هذيك المنطقه عامره بالشرفه وبالبواهله، كيهضروا وتيهضر ولكن راه تيلوح الكرد. فهذه العلوه. وعلاش كتخص تغدنا بواحد الطريقه اللي هي ثقيله وتنظم، باش كتخرج كل والي وشنو المهام ديالو وشنو علاش استنجد به. بحال مني قال ليه اسيدي بليوط يا تلف حال القوط وتا تخرج هذا الرهوط، كيستنجد على الاستعمار. على الاستعمار. هادشي. وفاش قال لي الكروفيت غالي عليك؟ لا هذيك ما دخلتش. انت بديتي دخلتي لزعلوك. زعلوك بلا خوي دماغ. حمزه تو غاتي اون اوكازيون تو تاخ.